دكتور باسم يوسف، صرحتي وقلتي أنا بشوف باسم يوسف على السي بي سي. صحيح. من بعدها مضى مع الام بي سي، مع ام بي سي مصر. مزبوط. سألوكي قلتي أنا ما زلت أرى دكتور باسم يوسف على السي بي سي. كل ما أسأليك بتقولي لي نشان بصيروا يرجع السي بي سي. بتشوفي دكتور باسم على السي بي سي؟ أكيد رح يطلع؟ أكيد. بدعوة من بدعم الدكتور، بدعم الرئيس المصري. المصري عبد الفتاح السيسي. نعم. بده يدعم الفكره. بده يدعم الفكره وفي كثير اشياء حيعملها الرئيس السيسي. اللي هو اعفى عن الموقوفين، بعد الموقوفين اعفى عن مبارك وعن اولاده، اعفى عن، وحيجيب كل يلي طلعوا بعهد مبارك لبرا راح يدعيهم على مصر يشتغلوا بمصر، وعفى عن ما مضى. هذا اللي حيعمله الرئيس السيسي.